السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منحييكم من مطبخنا، مطبخ ثمرات في جمعية ذات النطاقين. طبقنا اليوم طبق صحي ولذيذ وخفيف وسريع، سلطة الباذنجان مع الجرجير. منقطع الجرجير بالطريقة هاي، مش ناعم ولا طويل. بعدين منبلش بنحط الطبقات هذه. عندنا طبعا هنا انوه عن المكونات، عندنا جرجير، عندنا بصل جوانح عليه سماء، عندنا بندورة مقطعة، عندنا بصل أخضر، عندنا بقدونس، عندنا للتزيين لوز، وعندنا خبز مقلي، وعندنا الصوص الرانش اللي هو عبارة عن لبن وطحينية وثوم، وعندنا الباذنجان المقلي. خلينا هلا نفرجيكم كيف بنبلش نطبق. نحط البصل الجوانح على داير الطبق، في على الداير كله. ايوه، نحط بعدين البندورة هيك، امسك لك في معلقة لو معلقة فيها على ال عندي كمان بصل أخضر بحطه الطريقة هاي. بعدين الباذنجان طبعا مقلي ومصفى منه الزيت. هلا هاي الطبقة بدي أحاول أعملها صوص خاص. حطينا معلقتين ليمون، معلقة صغيرة ملح، ثوم شوية، حطي جي احبل الصحن. أيوة خلاص، دبس الرمان حطينا معلقة كبيرة تقريبا. شوية كزبرة كمان حط، حطي زيت زيتون، حطي زيت زيتون. أيوة حركيهم، نحرك هذا الصوص، هذا بنحطه على الطبقة الأولى، نلفيه عليها كله. أيوة كليات. طبعا أكيد الباذنجان ملحناه قبل ما قليناه. ايوه، هلا بنزينه الطبقه الثانيه خبز المقلي. حركة. ايوه خلاص. هلا بنحاول نحط الصوص الرانش اللي هو عباره عن قلنا عن لبن وطحينيه وثوم ومعلقه مايونيز. نحاول بشكل خطوط. ايوه هون نحط شوي، خلص هون خلص. ومنزينه هلا باللوز. هيك طبقنا سلطة الباذنجان بالجرجير، أصبح جاهز، كتير مغذية وكتير صحية وطيبة. صحتين وعافية.